انايا من بين الناس اللي هما لي ريسكابي يعني الناجون في الكارثه ديال زلزال اكادير 29 فبراير 1960. فاليوم انا كنت توجد في المقبره هنايا في احشاش القديم، خصوصا في المقبره اللي هي ديال النصارى. على تصورنا حدا هذا النصب التذكاري اللي كانت تدار سنه 2010 بهذه المناسبه. فانايا كنحاول دائما نكون من بين الحضور في هذه المناسبه اللي كنتذكروا فيها الناس اللي فقدناهم من الاحباب ديالنا والاصدقاء والجيران والناس ديال اكادير القدماء. وحقيقه انا مع الاسف كنتاسف لان كنشوف كندير المقارنه دابا كنلقى الناس بانهم كينقصوا ماشي في تزايد. ومع الاسف هذه الذكرى هذه انا في مدينه اكادير ما بغيتهاش تختصر على شهر فبراير نهار واحد نتسناو فيه متى يجي لو 28 لو 29 فيفري باش نحتفلوا هنا. يا ريت تكون هذه الذكرى هذه تكون فيها مثلا واحد العشرة د الايام باش يمكن لينا ندوزوا لو ميساج للشباب اللي هو قادم والاجيال القادمه باش ديما ياخذوا بعين الاعتبار هذه المناسبه هذه ما يخليوهاش تفوت مرور الكرام. نقدر نقول لك حاجه قليل لك الاولى كتفكر هذه الذكرى لان علاش انا ديما كنلوم الناس المسؤولين اللي ما عطاو ليهاش واحد الوزن كبير اعلاميا باش يكون الصدى ديالها باش ملي يوصل لهم ديال فيفري شهر فبراير نوجدوا ريوسنا وتقديسا واحتراما لهذوك الناس اللي فقدت هذه المدينه. وراه كيتقدر تقريبا حوالي يعني 20000 اللي مشات في هذه المدينه، يعني النصف ديال السكان ديال المدينه انا ذاك راه هو اللي مشى. ماشي بالسهل يعني. كنتمنى ان شاء الله يتعطى واحد الوزن كبير لهذه المأساة هذه باش تبقى دائما ودخل في التاريخ ديال المنطقه ويعرفوها الشباب ديالنا والاجيال القادمه. الزنزال الليله ديال الزنزال كنت في طالبرشت فاش كنا، وكانت 12 لاروب ديال الزنزال ديال اكادير 12 لاروب فاش تهزت الارض. ملي خرجنا من الدار كنت ناعسه انا ومرات خويا، ملي خرجنا كانت تمشي الارض وتجي ودخلت وكانوا الجيران تيدقوا علينا. خرجنا على البرا، ملي خرجت كنشوف الناس كلهم كمساكن تيغوتوا، شي طايح شي كيقول لك واكواك ولدي، المهم كلشي راه فين ما حطيتي رجليك والارض، ومازال الارض كتحرك وحنا كنمشي وما تقدرش تحز رجليك، لان ماشي غير ديك الهزه لا، هكا كتمشي وتجي بها. وخرجنا وطلعت الفوق تاع البرشت، تما لقيت الناس مساكن كيغوتوا، لقيت الدراري، لقينا الله يرحم الله. ملي كنتفكر هذا الشيء راه عرفتي راه كنقول واش وقع واش دابا باقي عايشه في ديك الرهبه، لان ودي رغم ان هذه راه من الستينات ومازال ديك الرهبه ديال داك الزنزال وداك الشيء، وكنشوف الناس كيغوتوا وتشوف النجوم في السماء هكا كيمشيو، وتشوف الدراري الصغار مساكن، وتشوف العيالات المراه كتقول واكواك ولدي واكواك راجلي شي غير مسكين غير طايح ما عاقل، وتشوف الدمايات هذاك الشيء راه صعيب. واش كاين الناس اللي استغلوا الفرصه؟ هو كاين الله يهديهم. كاينين الناس اللي جاوا قالوا لك اللي جاوا شويه على برا قالوا لك باش يعاونوا الناس باش يجبدوهم، ما كيجبدو ما كيجبدو، كيشوفوا اللي دار شي ذهب ولا دار شي حاجه كيمشيو يحيدوه، فين ما كاينين شي فلوس ولا شي حاجه كيمشيو يهزيهم. يكذب عليك الكذاب اللي قال لك راه جا من برا وجا كيحفر، داك الشيء غير الكذوب اللي جا من برا يقول لك كيحفر. والله يحفظنا من الزنازل وصافي. يعني احنا حضرنا الزنزال في 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 في, في الباطوار ديك الليله، حسينا بالزنزال يعني الباطوار ما يرابش يعني الماء نطاحوا الى اخره، الناس خرجت على برا دوزت ديك الليله على برا. الغد لي الناس مشات في حالتها. المهم حنا مشينا للبلاد، حنا دينا الوالد الله يرحمه ودينا للبلاد، هادشي اللي كاين. كاين خوف كان هلع ومتابعه الحال، كان خوف كان علاه، وكانوا لي شوكوش من بعد من بعد من بعد من بعد كانوا دوك اللي بتي شوكوش، ولكن يعني الباطور ما رابش بصفه نهائيه. ما لا ما كان وكان وقاري في حشاش وفي طلبرش وفي في فونتي وفي اكادير وفي لا، ولكن الباطوار ما لعبش. الباطوار ذكرى اليمه من طبيعه الحال، يعني الناس مشاو ضحايا، ناس ماتوا لهم العائله ديالهم ما شاء الله، يعني ذكرى اليمه يؤسف لها، ولكن ان شاء الله ما قدر.